دونك مهم بزاف اننا نهضروا عليه، سورتو ان كاين كوميم 600 حتى 700 الف مغربي اللي كيعاني من هذا المرض، سو كي كوميم صافي بين 3% حتى 5% من لا بوبولاسيون في المغرب. ا سافوار بان كاين 50 مليون مريض بمرض الصرع في العالم كله. دونك داكشي علاش كان مهم بالنسبه لينا باش نوعيو الناس على هذا المرض. هذا المرض مرتبط بمجموعه من المعتقدات، وداكشي علاش حنا نيت من الاسباب اللي خلينا نبغينا نديروا هذا التحسيس باش هاد المعتقدات ما يبقاوش جاريين في المجتمع، اللي هما مثلا اللي مريض بالصرع راه مسكون راه ارياح، اللي فاش كيدير لا كريز خاص وسويرت، اللي بان مثلا مرض الصرع كله غير واحد لا كريز. مرض ديال المواكبه النفسيه هي مثلا فاش انسان اللي كيعاني من مرض الصرع يقدر يكون ما كيتقبلش راسو، دونك ديجا بعدا حنا كنديروا معاه هاد الخدمه انه يتقبل المرض، باسكو الا ما متقبلش المرض ما يقدرش يعالج راسو. هذه الاولى. الثانيه ان كنهضروا على واحد الجانب اوسي ديال لونكسيتي، لان فاش الانسان كيكون ستريسي بزاف وكيدوز من شي مرحله اللي هي صعيبه كتقدر هذا تجيب ليه مثلا دي كريز، ولا ما كينعسش حتى لو مونك دو سومي حتى هو. دونك كيجي كنخدموا على هذا لو كوتي هذا باش يكون عنده اون ميور كاليتي دو في باش يقدر يرتاح. هذه هي الخدمه اللي كندير في المواكبه النفسيه. في العلاج النفس كنقولوا بلي هذا المرض اللي هو ليبيليبسي اهم حاجه اللي خصنا نردوا ليها البال هي لو ستريس. لو ستريس معروف في كل شيء لي مالادي، مي هنايا اكثر. دونك لو ستريس خصنا نحاولوا باش الناس ديالنا يكون هو هذاك، باش الطاقه النفسيه تكون هي هذيك، باش لاليمونطاسيون تكون هي هذيك. المهم كاين شي معلومات اللي نتاع لا روتين اللي كتكون يوميا خصها تكون مقاده باش نيفيتيو ندخلوا في هاد لي كريز ديبيليبسي. لا سوفرولوجي يعني لا ديسيبلين ديالي كتركز بزاف على التنفس، على لي تكنيك دو ريلاكساسيون. اون افريد دابا كاينين دي ريشيرش اوز ايتازوني اللي طبقوا هذا الشيء، يعني لاحظوا باللي لو ستريس هو لو فاكتور، ماشي هو اللي كيجيب المرض، مي هو اللي كيديكلونشي لا كريز. دونك حنا بغينا ان شاء الله مع هاد لا بريزونطاسيون اللي دايرين اليوم الناس يردوا البال باللي لو ستريس كيلعب دور كبير في الحياه وفي المرض، اي مرض، نفرض مرض السكر، ليبيليبسي، توت لي مالادي اون جينيرال.